وأعتقد أن معظمكم شاهد توقيع الوثيقة التي هي بالفعل شاملة، وأن هذه هي رسالة من الشعب الأمريكي، هي رسالة للسلام. أود أن أتوجه بالشكر أولا إلى رئيس وزراء سنغافورة، وهي دولة استضافت هذه القمة، ونشكر الشعب السنغافوري، وجعلتم زيارتنا هذه الزيارة الهامة، جعلتموها ممتعة على الرغم من هذا العمل الدؤوب والكثير والساعات الطويلة. كما أنني أتوجه بالشكر للرئيس الكوري الجنوبي مون، وأشكر أيضا رئيس الوزراء الياباني، وهو صديق لي وقد غادر منذ قليل دولتنا، وهو يعمل من أجل اليابان ومن أجل العالم، وأيضا شخص عزيز وخاص هو الرئيس تشي، من الرئيس الصيني الذي لعب دورا كبيرا على مدار الفترة الماضية، وهو شخص رائع وصديق شخصي، وهو زعيم كبير لشعبه. أشكرهم جميعا على معاونتهم الصادقة للخروج بهذا اليوم التاريخي. كما أود أن أشكر الرئيس كيم على أن اتخاذه هذه الخطوة الجريئة التي قطعها نحو رخاء شعبه، وهو بالفعل زعيم لكوريا الشمالية، وهو يثبت أن التغيير بالفعل ممكن. على لقائي مع الرئيس كيم كان واضحا وصريحا ومنتج، وكنا نعمل تحت ظروف صعبة وقوية. نحن على استعداد للبدء في تاريخ جديد، في كتابة تاريخ جديد منذ 70 عاما مضت. كان وقع صراع دموي قسم شبه الجزيرة الكورية، راح ضحيته العديد منهم عشرات الآلاف الأمريكيين، ووضح أن هذه الحرب كانت لن تنتهي حتى اليوم إذا لم نتدخل، ولكن هذا الخلاف سينتهي فورا. الماضي لا ينبغي أن يشرح المستقبل. هذا الصراع لن يكون سببا في حروب المستقبل، وكما كررت سابقا، الخصوم من الممكن أن يصبحوا أصدقاء حميمين، وأن نبدل ما تحدثه المعارك بما يجلبه السلام. لا يوجد سقف لما يمكن أن تحققه كوريا الشمالية، سواء على مستوى التجارة أو المستويات الأخرى، حال عملها مع باقي دول العالم. إن هذه فرصة للرئيس والزعيم كيم لكي يتذكره شعبه والعالم أنه الرجل الذي يسعى لجلب الخير والنماء لشعبه. قد وقعت أنا وهو اليوم وثيقة، وهي وثيقة تلزمنا تماما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، كما وافقنا على اتخاذ خطوات حثيثة نحو تفعيل هذا البند، وهو يريد أن يفعل هذا. هذه إدارة في بدايتها، وهذه الإدارة تسعى لتفعيل هذا. وقال لي الرئيس كيم أنه يدمر حاليا أحد مواقع إنتاج الصواريخ، وهو قال لي هذا بعد أن وقعنا هذه الوثيقة، وهي ليست موجودة بهذه الوثيقة. اليوم هو بداية لعمل كبير وآفاق جديدة،
وكان يستحق كل هذا المجهود. كان ينبغي أن يتم حل هذه المشكلة منذ أعوام عديدة مضت، نحن نحلها الآن، والرئيس كيم لديه الفرصة الآن أن يرى مستقبلا واعدا لشعبه. أي فرد يمكنه أن يشن الحرب، إلا أن الشجعان فقط هم من يقومون بالسلام. الظروف الحالية لن تستمر ولن تخدم شعبي الكوريتين. الشعب الكوري الشمالي شعب موهوب، وهم يتشاركون في الثقافة والميراث والتقاليد، ولكن لديهم أيضا مستقبل رائع، وأن يمكنهم أن الانضمام للعائلة الدولية. وكل الحواجز الآن سيتم إزالتها، والعقوبات ستبقى، والعقوبات لن تبقى، ونحن نسعى نحو مستقبل جيد ورائع، ومستقبل يسعى فيه الضوء للسيطرة على الظلام. المستقبل أمامنا، المستقبل في أيدينا، وأنه سيحدث وسيحدث. الناس ظنوا أن هذا الحدث لن يتم، ولكنه تم بالفعل. إنه يوم عظيم جدا ولحظة رائعة وفارقة جدا، والرئيس كيم في طريقه إلى كوريا الشمالية، وبالرغم وأتوقع أنه بمجرد وصوله سيبدأ في العملية وسيجعل شعبه سعيدا. أنا تشرفت بوجودي مع الجميع اليوم. هذا هو جمع كبير للإعلام، ولا يجعلني أشعر بالسعادة، ولكن الموقف كما هو. الإعلام هام بالنسبة لنا جميعا، وهذا الحدث هام لنا جميعا، حتى أنتم وعائلاتكم. سنأخذ بعض الأسئلة. سؤال. شكرا سيد الرئيس. سؤالين. أولا، الرجل الذي قابلته اليوم كما تعلمه، وبالفعل قد جوع شعبه، ولماذا تشعر الآن أنه موهوب؟ بالفعل هو موهوب، أنه لا أحد يأخذ هذا لن يأخذ هذا القرار، أنه في العام 26 من عمره، وأن يأخذ هذا القرار أنه يدير عددا كبيرا من الناس في هذا السن الصغير. وأوتو وومبر هو سيتم ذكره على مدار أعوام كثيرة، وبدون أوتو كان لن يتم هذا أبدا. كان حدثا بشعا في وقت ما، ولكن عدد من الناس كان بدأوا يركزوا ماذا يحدث بما فيها كوريا الشمالية. أعتقد أن أوتو لم يمت، وقلت هذا لأبويه. قلت أن أبويه كان خاصين، أوتو لم يمت عبثا. شكرا جزيلا. السؤال الثاني هو عن الأمن. التأكيدات الأمنية التي ذكرتها، هل من الممكن أن تكون واضحا بشأن ما هي التأكيدات الأمنية، وهل هذا يتضمن تقليل القدرات العسكرية؟ لا نقلل قدراتنا العسكرية في وقت ما، ويجب أن أكون واضحا أنا أود أن أعيد كل جنودنا. أعدنا الآن لدينا الآن 32 ألف عسكري وجندي وضابط في كوريا الجنوبية. أود أن أعيدهم، ولكن ليس الآن. أود أن أوقف المباراة الحربية، هذه المباراة الحربية، وأن ندخل في مفاوضات مستقبلية ونتحدث عن هذا. سنوفر أموالا كثيرة، وأعتقد أن هذا شيء مثير للاستفزاز. جون تفضل. تبدو مثل جون روبرتس ولكنك أفضل. سيد الرئيس، هذه الوثيقة لا تتحدث عن، إذا نظرت إلى الوثيقة سترى أن
لنقل هنا أنه أعتقد أن الموضوع واضح جدا، أن نقيم علاقات جديدة مع كوريا الشمالية، وتحدثنا عن الضمانات والالتزام الكامل بنزع الكامل للأسلحة النووية. كما قلت، هل تحدثت مع الرئيس كيم بشأن وجود دول أو منظمات للتأكد من هذا؟ بالفعل سوف نتأكد من قيامهم بالتفكيك، سيتم هذا في وجود العديد من الناس وأثناء قيامنا ببناء إجراءات الثقة. وأن الوزير بومبيو كان موجودا وتناقش معهم، وسيكون هناك زيارات مختلفة، ولكن هذا هو نزع سلاح نووي كامل لهذه شبه الجزيرة. وإنه السؤال المقبل، كن محترما وكن مهذبا، ماذا قال لك كيم لكي يجعلك تثق لمرة واحدة في ظل تاريخهم المراوغ؟ وما الذي جعلك متأكدا من أنه سيتخلى عن هذه الترسانة؟ هذا سؤال جيد. قال أنه مر بظروف صعبة، وقال أنهم أنفقوا مليارات الدولارات من نظام كلينتون ولم يحدث أي شيء، ولكنه قال لي أيضا هذا ما حدث، ولكنه قال أننا لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات حتى الآن من قبل ذلك، ولم نصل إلى هذا المستوى في التفاوض. وكان واضحا أيضا في أنه يقول أنه يريد أن يفعل هذا الاتفاق بالفعل، ولأن هذا فيه فائدة لكوريا الشمالية. أنت لا تعلم على الإطلاق، ولكن وقعنا اتفاقية شاملة اليوم. وقعنا هذه الوثيقة الشاملة. أعتقد أنه بمجرد وصوله إلى أرض وطنه سيبدأ في هذه العملية. أنا أثق في هذا. والموضوع كله كان بلاغيا، وبدون البلاغة وبدون الحوار والمناقشات لم يكن شيء ليحدث. ووجود فريقين جديدين في التفاوض كان هاما جدا، واعتقد انه يرغب ايضا في تفعيل هذا الاتفاق. جون، تحدث تبدواني مثل بعضكم البعض، واعتقد انكما تتشاركان في نفس لون الشعر الجميل. نزع السلاح النووي والأسلحة البيولوجية في كوريا الشمالية هي مشكلة أخرى كبيرة، وهذا السجل الفظيع حقوق الإنسان. هل هذا شيء أيضا تناقشتم فيه؟ نعم، تناقشنا فيه وسنتناقش فيه في المستقبل. وتناقشنا أيضا بالتفصيل يا جون، وبالفعل تلقيت مكالمات وتغريدات وخطابات في رغبة منهم في عودة أبنائهم المختطفون أو المحتجزون هناك على مدار عدد كبير من السنوات في كوريا الشمالية. طلبت اليوم، وكان هذا طلب كطلب أخير، أن تعود رفات المختطفون أو سجناء أسرى الحرب أن تعود، لأنني أتت لي خطابات كثيرة في هذا الموضوع، وسألني العديد من البشر أننا نريد أن نستعيد رفات ذوينا الذين كانوا يحاربون في كوريا الشمالية. وهو استجاب على الفور لهذا المطلب،
وكان لطيفا جدا في هذا واستجاب فوريا. هناك آلاف وآلاف، ربما 6,000 الذين نعرفهم، الذين نعرف أن رفاتهم موجودة في كوريا الشمالية وسوف يعودون إلى هذا. سيدي، رفات أسرى الحرب أهم جدا للجميع. ماذا تتوقع من كيم جون أون أن يفعل بشأن حقوق الإنسان؟ تم مناقشة هذا الموضوع بشكل سريع، ولكننا سنستمر في هذا. أعتقد أنه يريد أن يفعل أشياء، أنه مفاوض ذكي ومفاوض جيد، أنه هو الذي طرح فكرة أن في الماضي استمر حوار فقط ولم يكن هناك فعل كما فعلنا نحن. تم انفاق المليارات من الدولارات، ولكن في اليوم التالي استمر البرنامج النووي. ولكن هذه اوقات مختلفة وانا رئيس مختلف. ربما أن أحد الأسباب التي حاولت فيها في هذا الموضوع، أنا لا أستطيع رؤيتكم بسبب الأضواء، أنتم لا تبدون كما أعرفكم. شكرا سيدي الرئيس وتحياتي. هذه المفاوضات بشأن اتفاقية سلام، سوف أنا أتطلع إلى دعوة الرئيس كيم إلى البيت الأبيض في الوقت المناسب، وهذه حدث هام جدا، وأعتقد أنه وافق من حيث المبدأ، وهناك وقت مناسب سيتم فيه هذا. ما وقعناه اليوم يتضمن أشياء كثيرة جدا، وهناك أشياء وافقنا عليها شفاهة لم تذكر في هذه الوثيقة، وهذا شيء فعلته كثيرا في حياتي المهنية، وأعتقد أن ينبغي أن يتم توزيع هذه الاتفاقية عليكم حتى ترون ما تم الاتفاق عليه. تهانئي سيدي الرئيس. ما هو الدور الذي لعبته اليابان في إجراء هذه المفاوضات؟ وما هو أعتقد أنك ستجري حديثا مع التلفزيون الياباني، وهناك 50,000 فرد عسكري أمريكي في اليابان، هو موضوع مطروح أيضا. أعتقد أن الموضوع الأساسي كان نزع السلاح النووي، ولكن سنعمل أيضا على المواضيع التي لم يتم إدراجها في هذه الاتفاقية. فرانكلين جرام مضى وقتا طويلا في كوريا الشمالية، وسوف تحدث أشياء كثيرة جدا. جون، شكرا سيد الرئيس. بالعودة إلى السؤال بشأن حقوق الإنسان، هناك موضوعات طرحتها سيادتكم أثناء حديثكم عن حالة الاتحاد، وتحدثت عن العدد من الشباب الكوري الذي هرب، وتحدثت وقلت أن الشعب الكوري الشمالي هو الأكثر معاناة من الظلم والقهر. هل لازلت مؤمنا بهذا؟ نعم، الموقف هناك موقف صعب جدا، وأنا أعلم الموقف هناك، والأساس كان مناقشة نزع السلاح النووي، ولكن أنا سوف نتطرق إلى هذا الموضوع وسوف نصل إلى حل فيه، أنه موضوع صعب جدا، وبالفعل سنصل إلى نقطة ما، وسوف يتم مناقشته بالتفصيل خارج مناقشة الموضوعات النووية، وهو موضوع أساسي.
أنت تتحدث عن فترة جديدة أو عصر جديد. نعم، كل شيء سيتغير. شكرا جزيلا ستيف. ستيف، ما هو الجدول الذي تراه مناسبا لنزع الأسلحة النووية؟ بشكل علمي، وقرأت كثيرا هذا الموضوع يأخذ وقتا طويلا لكي يتم نزع السلاح النووي بالكامل. هذا على المستوى العلمي لابد أن تنتظر فترة طويلة من الوقت، والعديد من الأشياء تحدث، ولكن بمجرد أن تبدأ الإجراء سيتحدث أشياء كثيرة أخرى. عفوا، سوف يتم هذا بشكل سريع، بالشكل الميكانيكي والطبيعي. أما بالنسبة للعقوبات فسيتم رفعها، سيتم رفعها إذا تأكدنا من أن الأسلحة النووية قد تم رفعها بالفعل وقد تم تفكيكها بالفعل، ولكن العقوبات لا تزال موجودة حتى الآن. أنا أتطلع إلى رفع هذه العقوبات، ولكنني أود أن أعرف ما سيحدث في البرنامج النووي. شكرا سيد رئيس، تهانئي على هذه القمة التاريخية. تهنئتي للجميع. وقعتم وثيقة، وهي ورقة، والسيد بومبيو قال أن عدد من الرؤساء قد وقعوا ورقة، وبعدها توضح أن هناك حالة من عدم الالتزام. إجابتي هي أنك ترى عدد مختلف من الإدارات الأمريكية وأشخاص مختلفة من وزراء الخارجية. نحن فعلناها، نحن نحقق الأشياء. ربما الإدارات السابقة لم تستطع ولم تكن من ضمن أولوياتهم، ولكن هذه أولوياتي. وربما لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي إذا كان هذا من 10 سنوات. أو أنا لا ألوم الرئيس أوباما ولا ألوم سابقيه. الموضوعات والظروف تختلف. أنا ألوم الرئيس أوباما على الصفقة النووية مع إيران. الموضوع النووي بالنسبة لي هو رقم واحد. أما بالنسبة لصفقة إيران، أعتقد أن إيران الآن دولة مختلفة عما كانت. أعتقد أنهم ينظرون إلى سوريا وينظرون إلى منطقة البحر المتوسط، وأعتقد أنه سيأتي الوقت الذي سيتم فيه تفعيل هذه العقوبات. هي عقوبات شديدة جدا، وأنا أود أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، ولكن أرى أن الوقت لا يزال مبكرا. تحدثت عن إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء. هذا سؤال جيد. أعتقد أن هذا الموضوع سيحدث في وقت قريب، ولكن يجب أن تدور العجلة أولا. هل توضح عندما تقول أنك سوف توقف ستوقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية؟ نعم، عملنا معهم لفترة طويلة ونحن نسميهم مباريات حربية، وبالفعل نفذنا معهم تدريبات عسكرية كثيرة جدا. وكوريا الشمالية لا تساهم بشكل كبير ماديا في هذه التدريبات، وعلينا أن نتحدث معهم في هذا. والآن لدينا اتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية، وهذا أمر ينطلق بقوة على عدد من الدول. إن المباريات الحربية أو التدريبات المشتركة هي تدريبات مكلفة جدا جدا، ما هي التهديدات التي تواجه كوريا الجنوبية
أن يكون هناك عدد من ساعات الطيران تصل إلى 6 ساعات لكي تصل إليها طائرة وتهددها. يجب أن نتحدث مع كوريا الجنوبية في هذا الموضوع، وأعتقد أن هذه التدريبات كانت مستفزة، وفي ظل هذه الظروف نحن نتناقش في صفقة شاملة، ولا ينبغي أن نتحدث في مباريات حربية. أعتقد أولا أننا سنوفر أموالا، وأعتقد أنه موقف سيتم تقديره. سمعت، أنا لا أريد أن أكون ضد الصحافة لأن هذا الموضوع موضوع هام، وعدد من الناس يقولون أن الرئيس وافق أن الرئيس وافق على الدخول في المفاوضات، ولم أتنازل عن أي شيء، فقط لم أنم منذ 25 ساعة ولم أقدم أي تنازلات، وأنا موجود، ولكن هناك فريق كبير من المفاوضين المهرة. أننا لم نتنازل عن أي شيء، فقط أنا وافقت على أن نتقابل، وأعتقد أن اللقاء كان جيدا في جميع جوانبه للولايات المتحدة وأيضا كوريا الشمالية، وبالفعل حصلنا على بعض الأشياء، وأنهم تقابلوا معنا. ولكن كل من يكره دونالد ترامب سيقول أنني وافقت على أنني أخذ وقتا طويلا في السفر وأتي إلى هنا وأجري هذه المقابلة. أعتقد أن ما الذي فعلوه هم لكي يبرروا هذه الزيارة؟ الشيء الكبير الذي حققناه هو إطلاق سراح 3 رهائن أمريكيين، والاتفاق على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. الثلاثة رهائن عادوا إلى عائلاتهم بالفعل، ثم الموافقة على استعادة رفات أسرى الحرب. هؤلاء هم أبطال سقطوا، وسنعيد رفاتهم إلى أرض الوطن. وأنتم تعلمون وقلت لكم، عدد كبير من البشر أو من المواطنين الأمريكيين سألني لأستعيد رفات ذويهم. أنا ليس لي أي، هذا المجتمع الكوري الشمالي هو مجتمع مغلق تماما، ولكن الآن أصبح لدينا الفرصة لكي نستعيد رفات ذوينا. وخلال فترة المفاوضات لم يحدث منذ 7 أشهر أي تفجير أو تجارب نووية. أعتقد أن في تجارب أخرى كانت هذه التجارب النووية قد ينتج عنها زلزال بقوة 8 من 8 ريختر، ولم أسمع من قبل عن هذا المعدل الكبير. أما إذا نظرنا إلى 7 أشهر الماضية لم يحدث أي إطلاق للصواريخ، وسيتم إدراج هذا أيضا في الوثيقة، ولكنهم بالفعل ضمنوا إغلاق منطقة الاختبارات النووية، وهي واحدة من ضمن 3 متقاربة من بعضها البعض. وكما أنهم وافقوا على تدمير اختبارات محركات الصواريخ، هذا ليس موجود في الاتفاقية، ولكنني طلبت أن يتم هذا. وسألت الرئيس إذا كان يمكن إغلاقه فوافق. كما أننا مستمرون في فرض العقوبات، كنا 300 عقوبة. لا يمكن أن أضع عقوبات على الرجل الذي سأقابله. كان هذا شيء غير لائق ولا يشي بالاحترام. ولكن عندما
عندما عاد إلينا رهائننا لم أدفع مليار دولار كالرهائن الذين عادوا من إيران، وهذا شيء مشين وقد حدث. ولكن بعض من في الإعلام قد يقول أن الرئيس ترامب قد وافق على أن يتم اللقاء. إنه ليس شيء بالشيء الكثير أن أعقد هذا اللقاء، ولكن أنا أؤمن بأن أشياء عديدة من الممكن أن تحدث جراء هذا اللقاء. أنت عقدت هذا اللقاء عن أنت قلت عن هذا اللقاء أنه سيكون ذو فائدة للعلاقة بين الكورية الشمالية وكوريا الجنوبية. أنا بالفعل نعم، لماذا لم تدخل في تفاصيل؟ لا يوجد وقت. أنا هنا لمدة يوم واحد فقط وأعمل بشكل مكثف، وسوف أكون أعتقد أنني سأفاجأ أنهم إذا بدأوا بالفعل. ولكن هم بدأوا بالفعل لأنهم دمروا مناطق اختبارات الأسلحة النووية. هذه لم تكن مفاجأة أننا لم نناقشها من قبل، ولكن ناقشنا هذا الموضوع. مايك بومبيو ناقش هذا الموضوع مع نظرائه في كوريا الشمالية وقالوا أننا ربما لو لم يكن يوافقوا على هذه الاتفاقية لم نكن لنوقع أي شيء. الأمر لم يكن هذا هو الموضوع الرئيسي، العلاقات الكورية، ولكن هذا موضوع تم طرحه من قبل، وأنت ترى أن اللغة قوية جدا في هذه الوثيقة. سيدتي، هل من الممكن أن تتحدث عن الجوانب العسكرية أو الردود العسكرية إذا لم تتوافق كوريا الشمالية؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع ولا أرغب في أن أتحدث عن هذا. أعتقد أن سول لديها 28 مليون نسمة، نيويورك بها 8 مليون فقط، وأنها سول قريبة جدا من المنطقة منزوعة السلاح، منطقة قريبة من كوريا من الحدود. أعتقد أن لا يمكن من الممكن خسارة 100,000، ممكن خسارة 30 مليون. كان من الممكن أن نخسر 40-50 مليون جراء تفجير نووي واحد. سول قريبة جدا من الحدود. هذا الوقت كنا في الوقت الذي كنا نتفاوض فيه أو في الوقت الذي بدأنا فيه المفاوضات كان هناك عنف. اليابان لم تكن لتسمح بأي عمليات نووية. ما هو الهدف الذي أوضحته لكيم؟ أعتقد أنكم قد يروقكم هذا، وشيء جيد أن أريه إليكم. واحد باللغة الإنجليزية واحد باللغة الكورية، وقد جعلته يشاهده، وأعتقد أنه شاهد هذا الفيلم الذي عرضناه وقد أعجبه بالفعل باللغتين الكورية والإنجليزية، و رآه وشاهده. وكان 8 من الوفد كان أريتكم هذا الفيديو كما أريته للرئيس والوفد المرافق له، أنه يعبر عن المستقبل ولا يوجد بديل عن الرؤية للمستقبل. أوضحت هذا لأنني أريته هذا الفيديو لأنني أردت له أن يرى بنفسه المستقبل، وأنا أعلم أنه يريد المستقبل الجيد لبلده. He wrote the best story about me with the Staten Island Ferry, and after that, he's never written a good story. I don't know what. هذا الصحفي كتب مقال جيد عني ولم يكتب عني بعد ذلك. على المسرح العالمي أنت تترك هذه الساحة الآن، وأنت متأكد أن كيم رجل موهوب، و
ما الذي تقوله لحلفاء أمريكا بأن هناك قد يكون هناك اختلاف في التحالفات أو شيء من هذا القبيل؟ لقد كان لدي عقدت لقاء جيد جدا مع مجموعة السبعة الكبار وكنت أتحدث مع كل رئيس الولايات المتحدة في وقت ما، وبسبب إدارة سيئة أو بسبب عدم اهتمام الرؤساء لعدد من السنوات، لأن الصين في ذلك الوقت كانت هي الأفضل، هي الأفضل في مجال التجارة، ونحن خسرنا 150 مليار دولار وتم استغلالنا في المجال التجاري. كندا لديها كندا ميزانها التجاري معنا يصب في صالحها تماما، وهذا ولكن وضع وثيقة ولا أعلم إذا كنت أنت رأيتها أم لا، ولكني وجدتها أنهم يحاولون أن يظهروا القوة التي يقولونها أن خسارتنا معهم 100 مليون دولار في العام، أنهم لا يستخدمون منتجاتنا الزراعية أو منتجات الألبان بشكل عام، وهذا شيء غير عادل ولا غير عادل للعمال والشركات والزراع. نحن لا نستطيع أن نتبادل معهم تجاريا في هذا السياق. ثم وكانت النتيجة هو أنني وضعت تعريفة جمركية حتى يكون هناك نوع من أنواع التوازن في الميزان التجاري، حتى لو لم يكن هذا التوازن متكافئا تماما، ولكن هناك بعض التوازن بسبب هذه التعريفة الجمركية. بالفعل أنهينا هذه الاجتماعات وكان الجميع سعيدا، وطلبت بعض التغييرات في الوثيقة النهائية للجي 7، وخاصة أنجلا ميركل التي علاقتي بها جيدة جدا، وطلبت هذه التعديلات التي أظهرتها، وكنت ودودا قدر الإمكان، وكنا نتحدث كمجموعة، نتحدث عن أشياء كثيرة بشكل ودود، وأن منتظرين الوثيقة أن تعود إلينا. وأعتقد أن جاستن لم يعلم أن لدي عشرين شاشة في الطائرة الرئاسية، وفوجئت بجاستن ترودو يقول أنه لن ينصاع إلى ما تطلبه الولايات المتحدة. نحن لن نقبل بأن يتم استغلالنا تجاريا من قبل أي دولة. وعلى مدار العديد من السنوات الماضية خسرت دولتنا حوالي 800 مليار دولار في المجال التجاري، 150 مليار مع الاتحاد الأوروبي، لأنهم يأخذون منتجاتنا الزراعية ويرسلون إلينا المرسيدس والبي ام دبليو بالملايين، وهذا ليس عادلا، وهذا ليس عادلا بالنسبة لعمالنا، وهذا ليس عادلا. I would like to involve Congress, yes. And no, نعم أود إشراك الكونغرس، وبالفعل لدي علاقات جيدة مع جاستن ترودو، ولكن هو عقد مؤتمرا صحفيا وكان يظن أنني لن أشاهد هذا، ولكن أعتقد أن لدي علاقة جيدة معه، ولا أريد ولدي علاقة جيدة مع أنجيلا ميركل. نحن ندفع لحلف الناتو أموالا أكبر مما يدفعه أي دولة أخرى. نحن ندفع من 60 إلى 90
بالمئة وندفعها لحمايتهم ثم يحاربوننا تجاريا. ثم أنني لدي علاقات جيدة مع جاستن ترودو وأيضا علاقات جيدة حاليا مع الرئيس كيم، وأعتقد أننا طالما استمرتنا في هذه العلاقة الجيدة هل نستمر في المؤتمر؟ الأمر يعود إلى سارة ساندرز. ساندرز سارة هل نستمر؟ سارة أعتقد أننا سنصل متأخرين بعض الشيء. أهلا سيد الرئيس، أهلا بك في سنغافورة سيد الرئيس، وأعتقد وأتمنى أن تكون قد استمتعت بالطعام هنا. ما هي الخطوة المقبلة؟ هل هي الحوارات؟ نعم، سنلتقي الأسبوع المقبل للوزير وزير الخارجية بومبيو، سيلتقي مع الجانب الكوري الشمالي في الأسبوع المقبل وسيناقش التفاصيل. بالفعل نحن نعمل أيضا مع كوريا الشمالية واليابان والصين على 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 مستوى أقل. وهل ستعود إلى سنغافورة؟ نعم سأعود، لأن رئيس وزرائكم شخص رائع وكان شخصا مرحبا، وربما هو من فعل الفارق وهو شخص رائع. شكرا سيدي الرئيس. ما هو الشيء الذي رأيته في لقائك مع كيم الذي جعلك تستمر في العمل مع الثانية الأولى؟ والثانية الأولى في بعض الأحيان لا يحدث هذا، ولكن في بعض الأحيان يحدث. منذ البداية توافقنا، الأمر لم يحدث فجأة، نحن لم يحدث أننا تفاجأنا بهذا اللقاء اليوم، كنا نتحدث في هذا الموضوع منذ شهور. وبمجرد أن توقف الحوار كان شيء جيد. كوريا الشمالية فعلت شيئا جيدا بذهابها إلى الأولمبياد، لأن الرئيس مون الأولمبياد لم تكن على المستوى، وكانوا يشعرون بأنهم سيتم ضربهم أثناء حفل الافتتاح. ولكن بمجرد أن قرر الرئيس كيم المشاركة في الأولمبياد الشتوية السابقة كانت رائعة، والأولمبياد كانت ناجحة جدا جدا. ومنذ ذلك الوقت تحديدا جاء وفد من كوريا الشمالية الوزارة كوريا الجنوبية والعكس، وأتوا إلى البيت الأبيض وقابلوا عدد من الناس الأفاضل الموجودين هنا اليوم. وبمجرد أن بدأ هذا كنا نتحدث مع عن هذا الموضوع مع نهاية الأولمبياد، لكي نتحدث عن الموضوعات كثيرة منها تفكيك السلاح النووي. قلت اليوم أن كوريا الشمالية وافقت على تفكيك السلاح النووي. كيف تضمن أن كوريا الشمالية ستتحدث فقط؟ هل أقول لك أن هل تضمنين أي شيء؟ لا يمكن أن أضمن أي شيء. لا أضمن لك أن تجلسي بشكل جيد. أن حياتي كلها عبارة عن صفقات واتفاقات، وما أراه هو أن هذه الصفقة، وأنا أرى في من هو أمامي إذا كان يريد أن يعقد صفقة أم لا. كان من الممكن أن تتم هذه الصفقة بشكل سهل منذ سنوات، ولكن أنا أشعر بشكل قوي بغرائزي ومهاراتي وموهبتي وما تعلمته، أن هذه الصفقة ستتم، أن هذه الصفقة أيضا جيدة للصين، لأن الصين لا تسعد أبدا بوجود أحد لديه أسلحة نووية وبالقرب. أعتقد أن الصين تريد هذه الاتفاقية. لا يمكن لأحد أن يكون موافقا ومتفقا ومتأكدا عن حدوث شيء، ولكننا مستمرون في هذه الصفقة.
تقول أنك تحدثت في موضوع حقوق الإنسان. ماذا تقول عن هؤلاء الناس الذين لن يشاهدوا هذا اللقاء؟ لا، أنا ساعدتهم ولم أكن ضدهم أبدا. أقول أننا أولا لابد أن نوقف البرنامج النووي، ثم نتحدث عن الموضوعات حقوق الإنسان. أنا لا أستطيع فعل شيء الآن، ولكن أعتقد أنه سيفعل شيء ما عن هذا. أعتقد أن هذه المجموعة من البشر هم الفائزون اليوم من زوال الخطر النووي. هل يمكن أن لابد أن يكون هناك تحسن في حال حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات، ولا يمكن أن تتم رفع العقوبات بشكل ميكانيكي أو آلي، ولكن لابد أن نعود ونتحدث في هذا، وهذا موضوع هام جدا. تفضل. هل تحدثت عن تكلفة تفكيك السلاح النووي؟ أعتقد أن كوريا الشمالية ستكفل بهذا، واليابان ستساعدهم، وأعتقد أن لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تساعد في هذا. الولايات المتحدة تدفع ثمنا كبيرا في عدد من البلدان، وأعتقد أن كوريا الشمالية بالقرب من اليابان، واليابانيين سيساعدونهم في هذا، وسيقومون بعمل كريم وعمل جيد. ما هو الوقت الذي ستتخذه تفكيك الأسلحة النووية؟ ماذا تعنينا بكلمة بسرعة؟ أنا أتحدث من الناحية العلمية أو الميكانيكية. قرأت كثيرا عن الكوارث النووية التي قد تحدث، ولكن سيكون هناك لحظة ما عندما تكونين قد وصلت إلى 20%، لا يمكن العودة. لدي عم هو عالم كبير في مجال العلم النووي، وكنت أحب أن أتحدث معه. كان خبيرا كبيرا، الدكتور جون ترامب من MIT، معهد MIT. كنا نتحدث عن الأسلحة النووية، وكان نتحدث عن موضوعات معقدة، والموضوع لا يتعلق بشأن هيا بنا نتخلص من الأسلحة النووية وكفى. ولكن عندما تصل إلى مرحلة ما في التفكيك لن تستطيع أن تعود. لا أعلم الجدول، ولكن الموضوع سيتم بسرعة. بالنسبة لحملة العقوبات، كنت تقول أن الصينيون لا يقومون بمهمة جيدة لحماية العقوبات، لحماية الحدود، وأن لا ينبغي أن يكون هناك أي عقوبات طالما أن المناقشة المفاوضات كانت ستتم. هل كيف يمكن أن تستمر العقوبات أثناء هذه المناقشات والشكل الجديد مع الصين، على الرغم من علاقاتي الجيدة جدا مع الرئيس شي، الذي كما قلت لدي علاقات جيدة معه؟ لدينا محادثات صعبة فيما يتعلق بالميزان التجاري والتبادل التجاري، ولكن الموضوعات خلال الأسبوع الماضي كانت أفضل مما بدأت، وعلينا أن نستمر. هناك عجز كبير في الميزان التجاري، عجز كبير في الميزان التجاري مع الصين، وعلينا أن نفعل شيء بشأن هذا، ولا يمكن أن نستمر في هذا.
أعتقد أن الموضوع ليس له أي علاقة بالحدود مع الدول المجاورة، ولكن عندما نبدأ في الحديث عن موضوع الحدود ونستعد في هذا، أعتقد أنه سيكون له أثر على الحدود بشكل عام. كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية ستعمل ما في وسعها لكي تؤمن الحدود وأن يكون هناك تعامل تجاري. إذا قال الكوريون الشماليون أنهم، هذه الوثيقة التي قرأتها اليوم إنها لقد ذهبنا بعيدا جدا، هذا هدف كبير. هذه الوثيقة تم إعدادها خلال شهر واحد فقط. أنا لا أعلم أي الأمور أهم، نزع السلاح النووي أو تأمين الحدود، أعتقد كلاهما. هل قال لك كيم عدد الأسلحة النووية التي صنعوها؟ وهل في ذهنك أنك تريد أن تفعل أكثر مما تم خلال الصفقة النووية الإيرانية؟ وهل هل كان لديك شعور بأن الرئيس كيم لديه خطة زمنية لتفكيك السلاح النووي؟ أعتقد أن أقول لك أن هو يفهم هذا الموضوع بشكل أفضل مما من معاونيه. التوقيت سيمر بسرعة وسترى أفعال جيدة جدا، وسوف تفاجأ لأن ترى الأمور بدأت بسرعة. وأعتقد أن أعتقد بالفعل أن هذه الترسانة سيتم تفكيكها في أقرب فرصة ممكنة. ربما هذا الموضوع كله حديث ولا فعل، ولكن لدينا موضوعات استخباراتية تعلموا أفضل من أي فرد. لدينا معلومات استخباراتية بشأن ما يمتلكونه. كما قلت لك أنه كان لا ينبغي أن يتم هذا مؤخرا خلال المفاوضات، كان لا ينبغي أن يعقد هذا المؤتمر في وقت متأخر، وأنا لازلت أعتز بلقائي معك يا ديفيد. هل هناك قمة أخرى مع الرئيس كيم؟ هل ستكون في بيونج يانج أم في واشنطن؟ لم نتطرق إلى هذا. أعتقد أننا نحتاج لقمة أخرى أو لقاء آخر. أنا لا أعتقد أننا أنا ظننت أن هذا اللقاء سيكون ناجحا، ثم نطور العلاقة، ثم نصل خلال 3 أو 4 أشهر لإعادة هذه القمة. ولكن اليوم أرسينا بعض، ولكن قواعد هذا اللقاء الذي تم اليوم تم إرساؤها منذ شهور، عندما إعادة الرفات لأسر الحرب لم يكن موضوعا مطروحا ولم يدرك في الوثيقة، ولكنني تحدثت عنه وقال ولم يرفض أبدا، بل وافق على الفور، وهو يعلم أين دفن هؤلاء الجنود الأمريكيون، أنه يعلم أين قبورهم بجوار الطرقات. وكان هذا الموضوع قد طرح في نهاية اللقاء تماما، وعدد كبير من الناس سيكونوا سعداء بهذا. شكرا سيدي الرئيس، تهانئي.
It's really beautiful what you do. Go ahead. So you. And now I'll probably get this killer question. أود أن أتحدث عن مستقبل كوريا الشمالية. الرئيس كيم يتحدث عن مستقبل مشرق لبلده، وأعتقد أنه وأنت أريته هذا الفيديو، ولكن هل لديك فكرة عن النموذج الذي يود أن يصل إليه؟ هذا سؤال جيد. أنت رأيت هذا الفيديو، وأعتقد أنه تم بالفعل توضيحه، وقلت له ربما ترغب في شيء آخر غير ما عرضته عليك، ربما تريد شيء أقل، ربما لا تود قطارات أو شيء من هذا القبيل. أعتقد أن الأمر كله بيديهم، الأمر بيد شعبهم، ربما لا يرغبون في هذا، ولكن كانت هذه رؤية لما يمكن أن يحدث، كما يحدث في شواطئهم. إنهم لا يمكن أن ينفذوا مدينة ساحلية لأنهم يضربون بمدافعهم هناك. نتحدث من العقارات، الصين، كوريا الجنوبية، وهم في المنتصف. قلت له أنت ربما لا تريد كل هذا فيما أوضحته لك على الفيديو، ولكن عندما نظر إلى هذا الفيديو ونظر إلى الآيباد أعتقد أنه استمتع به. تفضل، ثلاثة أسئلة أخرى. هل أنا سأكون على غلاف مجلاتكم اليوم خلال هذا الأسبوع؟ هل ترى كيم أنه مكافئ لك؟ أنت أظهرت فيديو وأنت وكيم على قدم المساواة. أنا لا أرى الأمور بهذه الطريقة. سأفعل كل ما في وسعي لكي يكون العالم أكثر أمنا. عندما أقول أنني سأكون موجود على مسرح ومع الرئيس كيم، وهذا سيجعلنا قادرين على إنقاذ حياة 30 مليون إنسان. سأسافر مرة أخرى وثالثة إلى سنغافورة، أستغل وقتي لحماية البشر. بالفعل كيم أخذ إجراءات وذهب إلى الأولمبياد، لأنها لو لم يكن هناك كانت الأولمبياد ستفشل، ولكنه ساهم في نجاح الأولمبياد. إذا كنت أستطيع حماية وإنقاذ أرواح ملايين الأرواح، وأتحدث مع هذا الرجل القوي الذي يسيطر على هذه الدولة ولديها أسلحة نووية، أنا أتشرف بوجودي معه. أنا لا يمكن أن نستغل هذا الفيديو لدول أخرى. Mr. President, in the year 2000, President Clinton. عام 2000 طلب من الرئيس. أتى للرئيس كلينتون طلب للذهاب إلى بيونغ يانغ لمقابلة الرئيس الكوري، ورفض، ولكنه أنفق 3 مليارات دولار. ولكنك عندما أتى إليك الطلب ستقول أنك ستعود، ستأتي إلى هذه القمة. الناس يقولون أنك أعطيته الشرعية للاستمرار في قمع شعبه، وأنك تقابل زعيم كوريا الشمالية الذي يعامل شعبه بوحشية. أنا أفهم هذا الموضوع أكثر منك. شكرا. سيد رئيس، أليانا جونسون، أنا
ذكرت عن موافقتين قام بهما كيم اليوم وأعطاهما أعطاك إياهما اليوم، وهو عودة الرفات وتفكيك السلاح النووي. إذا لم يستمر في تنفيذ هذا، ما الذي تنوي فعله إذا لم يستجب؟ أعتقد أنه سيقوم بفعل ما وعد به، وأعتقد أن الموضوع اختبار المحركات هو موضوع اختبار مكان اختبار المحركات. الصواريخ هو الذي بادر به، وأنا سعيد جدا، أنا سعيد جدا بالنقطتين التي ذكرتهما، وأنك تشيرين أيضا إلى النقطة الثالثة، وهي تدمير موقع اختبار محركات الصواريخ. ربما ربنا. سؤال الأخير. Thank you. Jennifer Chen with Shenzhen Media Group China. I just would like to know, will you call Chinese President Xi when you come back to DC? هل ستتحدث مع الرئيس الصيني تشي بشأن النتائج لقائكم مع الرئيس كيم عندما تعود إلى واشنطن؟ وما هي توقعاتكم لدور الصين في الإسراع بهذه العملية؟ توقعاتي بشأن الصين هو أن الصين دولة عظيمة بقائد عظيم وصديق، وأعتقد أنه سعيد بأننا قمنا بهذا التقدم، وسوف أتحدث معه قريبا وربما قبل أن أهبط في الولايات المتحدة. أقول أن الولايات المتحدة دولة عظيمة، وأننا حققنا أرقام قياسية تجارية على مدار السنوات، وأضفنا إلى ميزانيتنا 7 تريليونات دولار زائدة عما كان يحدث في الأعوام السابقة. ولكن الولايات المتحدة اليوم اقتصادها يكافئ مرتين اقتصاد الصين. سؤال من كوريا الجنوبية. نعم، أنتم تستحقون أن تسألوا سؤالا. سؤالين لك سيد الرئيس. عندما ما الذي ستحدث مع الرئيس مون بشأنه؟ سأتحدث عن هذا اللقاء، وسيد مون هو رجل عظيم وصديق، وأتطلع إلى الحديث معه، وقلت له في عجالة ما سيحدث، وأرسلت إليه الوثيقة والتفاصيل ما وراء الوثيقة، وسأتحدث معه قريبا. سؤال آخر سيد الرئيس، هل توقيع اتفاقية سلام، هل ستسعى لهذا ومع الرئيس كيم، وهل سيكون توقيع من الصين؟ نعم بالفعل أود أن تكون الصين أحد الدول الموقعة على اتفاقية السلام الكورية. Mike, do they have a transcript? They probably have a rough transcript which you can give us if you have one. هل هناك هل هناك نص مكتوب للمحادثات؟ أتمنى أن يكون هناك حديث مكتوب للمباحثات. ربما لدينا بعض الملاحظات المكتوبة، ولكن ليس نصا مكتوبا للمحادثات. ولكن بالفعل كانت مناقشات ومحادثات جيدة جدا. لابد أن أتأكد قبل أن أقول، لأن ذاكرتي جيدة جدا. Yeah, but I don't want to discuss it. أنا لا أريد أن أناقش هذه النقطة. كان نتناقشنا في موضوعات عديدة، وأنشأنا وطورنا وأنشأنا علاقات جديدة تماما من خلال مايك بومبيو ومن خلال بعض الناس من
كوريا الشمالية عندما انتهينا إلى هذه الاتفاقية. كان لدينا معرفة مشتركة ببعضنا البعض. الآن سأعود إلى الولايات المتحدة، وأعتقد أنه قد مضى وقت طويل، وأود أن أرتاح قليلا، وسعيد بإجابتي على سؤالكم أسئلتكم. أشكركم على هذه الأسئلة وتهنئتي بهذه المناسبة. أعتقد أنها نقطة فارقة في تاريخ العالم، ولا بد أن أقول لنفسي أنني لا بد أن أنهي هذه الصفقة. مايك بومبيو، لا بد أن تستمر هذه الصفقة، وإذا لم تحرز الهدف والكرة تعبر خط المرمى لن يكون لهذا الأمر فائدة تماما. شكرا لكم جميعا، تحياتي.